شاركت دولة الكويت في الاجتماع التحضيري للقمة العربية 30 للمندوبين وكبار المسؤولين. تدارس الاجتماع حول الأعمال المطروحة على القمة والمسائل والتطورات الراهنة على الساحة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية والجولان المحتل. حضر مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي أشغال هذا الاجتماع مترأسا الوفد الكويتي. كما حضر الأشغال سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري والمندوب الدائم لدولة الكويت بجامعة الدول العربية أحمد البكر وأعضاء الوفد. الكويت لها دورها إلى جانب شقائها الدول العربية الأخرى. سيكون هناك يعني مثلا فقرة تتحدث عن الجولان العربي المحتل والقرار الأخير الذي صدر من الولايات المتحدة، وتعبيرنا عن الأسف لهذا القرار وبأنه لا ينسجم مع القرارات الدولية التي تعتبر أن الجولان أرض محتلة سورية يجب أن تعود إلى سوريا. وتناول هذا الاجتماع المغلق متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين والمتصلة بالعمل العربي المشترك وتطويره، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع والقضايا السياسية المطروحة على جدول أعمال القمة. اليوم اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية. مشروع جدول الأعمال يضم قضايا أساسا السياسية التي تتداول عادة في اجتماعات المجالس الوزارية في إطار الجامعة، القضايا العربية، فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا، الإرهاب، صيانة الأمن القومي، عديد قضية النازحين، دعم لبنان، السودان. هذه هي المواضيع اللي عادة تطرح وتضمن فيها مشاريع قرارات تعرض على السادة الوزراء. العرب جميعا يتطلعون إلى هذه القمة ويتطلعون إلى مصالحة عربية تنهي الخلافات والنزاعات بين الدول العربية وتلم الشمل العربي وتحقق التضامن بين العرب. وسينعقد في اليومين القادمين اجتماع رفيع المستوى على مستوى وزراء الخارجية للدول العربية استكمالا للترتيبات الخاصة بمؤتمر هذه القمة 30. تتولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية من أجل حسن الأعداد لهذا الاستحقاق العربي خدمة لأغراض التنمية وللإنسان العربي أينما كان. ناجح المساوي، تلفزيون دولة الكويت، تونس.